يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مما استدل به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى على تكذيب الذين ادعوا الصعود على سطح القمر قوله: وجعل القمر فيهن نورا، فقال: إنها نور في السماوات السبع وليس في السماء الدنيا فقط، فما القول في ذلك؟ ما أدري وش وجه يعني أو وجه الرد في هذا، ما أعلم وجه الرد في هذا. نعم.